السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم فلوم كريم كراميل بطريقة بسيطة، والأهم أنها بنينة. إن شاء الله نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو لترو ديال الحليب، 6 المعالق ديال سنيدة، نص كاس ديال سنيدة غادي نستعملو في الكراميل، 2 فانيات، وغادي نحتاج 6 ديال البيضات. في المرحله الاولى غادي نوجد الفلون ديالي. غادي نرد الحليب ديالي في الكاسرول، لترو ديال الحليب، غادي نزيد داك لافاني غادي نديرو مع السنيده ونخلطو مزيان تيتجانس لينا سنيده مع لافاني، وغادي نكبو على الحليب ديالي وغادي نحرك مزيان حتى يغلى ليا الحليب ديالي. من كطلع ليا الفيضه كنطفي البوطه، وغادي نجي نخدم البيض ديالي. 6 ديال البيضات غادي نفقصوهم ونديروهم في واحد البول ولا شي حاجه، شي اناء. من بعد غادي ناخذ الحليب ديالي تيدفى شي شويه ونزيدو على داك البيض ونطربوه مزيان بالطراب اليدوي. تحاولوا ديروا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، وحركوا مزيان تيتجانس لينا داك البيض مع الحليب اللي وجدناه. من بعد غادي نوجدوا الكراميل ديالنا، نص كاس زيد عليه شويه، غادي ندير معاه واحد لافاني كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. هكا كنوجدوا الكراميل ديالنا وغادي نردوا على البوطه، ولكن البوطه تكون مهيله، ونبداو نحركو بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. حركو غير بيديكم، غير باليدين ديال الكاسرون. ها الكراميل ديالنا بدا كيوجد. استعملت انايا هاد المول، مول ما كبيرش بزاف، والكراميل ديالي جا رائع كيف ما كتشوفوا. غادي نكبو على المول ديالي بهذه الطريقه، نبدا ندور على المول ديالي وكنغطي كاع الجوانب. من بعد ما كبيت الكراميل ديالي في المول، غادي نكب الحليب ديالي اللي وجدته مع البيض، كنكبو في المول. الفلون ديالي غادي نطيبو عن طريقة حمام مريم بان ماغي. غادي نخشيوه في الفران، غادي نتسناو عليه واحد 45 دقيقة. من بعد كنجبدوه من الفران وكنشوفو الفلون ديالنا واش طاب كيف ما كنستعملوه في الكيك العادي. كنخشيو الموس الى خرج لينا نقي، راه الفلون ديالنا راه طاب. الا كان مازال كندخلو شي شويه الفران. انا هاد التبصيل هو اللي غادي نستعمل، هو اللي غادي نقدم فيه الفلون ديالي. اول حاجه كنشدو واحد الموس الفوق ديالو، كنبداو ندوزو هكا بالجوانب. من بعد كنحركوه بهذه الطريقه هكا باش من نقلبوه ما يلصقش لينا في المول. من بعد هالنتيجه كيف ما كتشوفوا، من بعد ما قلبت الفلون ديالي في هذا التبصيل، نتيجه رائعه والريحه زوينه والمذاق بنين. وما تنساوش الفلون ضروري خصو يتقلبو وهو سخون. من بعد غادي نزينوه بداكشي اللي عندك. ممكن انا زينتو هنا بالبطيخ والفريز، ممكن تزينوه بلوز ايفيلي اللي حبيتو واللي متوفر عندكم. النتيجه رائعه. نتمنى الى عجبكم لا فيديو ديالي انكم تابوناو في لاشين ديالي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وبالصحه والراحه.